السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ممدوح المهدي من قناة ممدوح المهدي 89 على اليوتيوب. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على حاجة مهمة جدا، هي مهارات التواصل وازاي نستخدمها على صعيد العمل في كافة مستوياته بكافة اختلافاته. الكلام ده كله هنتكلم عن لغة الجسد ومهارة التواصل وازاي ترتكب بيها اخطاء. الاب والام بيرتكبوا بيها اخطاء تدمر نفسية الطفل، تطلعه ضعيف الشخصية، جبان، بيخاف حتى يقول رأيه. ازاي؟ وخاصة الاخطاء دي بيقع فيها الامهات اكتر من الاباء. زي ايه؟ زي ان الام ممكن تقف وحط ايديها في وسطها حوالين وسطها كده وبتكلم الولد او البنت اللي قدامها. الوضعية دي غلط جسديا، غلط لغة الجسد، غلط لان بتدي احاء للاوعي عند الطفل ان ده وضع السيطرة فبيخاف منك. الوضع دوت جسديا في لغة الجسد بيسمى وضع تكبير او زيادة حجم الجسم، الاستعداد للهجوم. هو في اللاوعي عنده بيبقى خايف من الوضعية ديت. فأكبر غلط الأم ممكن تغلطه أو الأب ممكن يغلطه إنه يكلم ابنه وحاطط إيده في وسطه، أو إنه بيميل راسه لقدام بجزء قدام كده ويبقى الجزء الأمامي من الراس بارز. الوضعية ديت اسمها وضعية الاستعداد للهجوم. الوضعية ديت برضو الطفل بيخاف منها. ما ينفعش أنا أستعمل بادي لانجويج أو لغة جسد تخوف ابني مني. وإن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على حاجات مهمة جدا. كان معاكم دكتور ممدوح المهدي من قناة ممدوح المهدي 89 على اليوتيوب. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واعملوا شير. وإن شاء الله بإذن الله الحلقة الجديدة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على حاجات مهمة جدا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم وفادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.